ام محمد بتسال جارتها ام صلاح كيف بتخلي زوجك يجيب اغراض البيت بدون ما يعصب عليك. حكت لها ام صلاح بكتب الاغراض بشكل حلو، مثلا زي جبنه بيضه مثل قلبك، قشطه يا قشطه، سكر مثل دمك، بندوره زي لون خدودك، شطه زي مشاعرك، عسل زيك يا عمري، زعفران زي لون قلبك، شوكولا يا حلو. رجعت ام محمد كتبت لأبو محمد الطلبات، بدها تقلد مين؟ ام صلاح. بصل زي ريحتك، كيس رز قد كرشه، بندوره زي لون عيونك، سلك للجلي زي شعرك، بطاطا زي انفك، اخر اشي بطيخه قد راسك. المهم موعد زياره ام محمد بالمستشفى كل 2 و4. ولد يا سلمة. ماما شنو يعني ملاك؟ هو مخلوق من النور يطير في السماء. طيب ماما سمعت بابا اليوم يقول للشغالة انت ملاكي، ليش ما طارت؟ لا بتطير اليوم ان شاء الله هي وابوك.